ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح السيدة التونسية مديحة الحمداني التي كشفت عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بزوجها الفنان قصي خولي من خلال الرد على تساؤلات متابعيها وجمهور النجم السوري حول عودة المياه إلى مجاريها. زوجة قصي خولي حسمت الجدل الدائر حول علاقتهما وتخطيهما حاجز الخلاف من خلال منشور مقتضب شاركته عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص على انستغرام. وأوضحت مديحة طبيعة العلاقة بينها وبين قصي خولي قائلة أن العلاقة بينهما مستمرة كونهما والدين لطفل صغير، مؤكدة أن علاقتهما الحالية هي علاقة تقدير واحترام وأن شراكتهما ليست آنية وإنما شراكة عمر. وكتبت مديحة: هذا جواب على سؤال يطرح يوميا الذي يهمهم كثيرا علاقتي أنا وأبو ابني حاليا، نقول لهم هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية ابننا الذي هو روحنا وحب حياتنا، وهذه بالنسبة لي هي أرقى أنواع العلاقات، نتمنى له السعادة والنجاح. وأضافت: نحن بيننا طفل وشراكة عمر قادم، الله يحمي لنا ولدنا ويحمي أولاد الناس، إن شاء الله الموضوع هذا يتسكر. يذكر أن النجم السوري قد أثار الجدل مؤخرا حول عودته لزوجته التونسية مديحة الحمداني بعد رصد المتابعين تعليقه على أحد منشوراتها والذي وثقت فيه لعب نجمهما الوحيد العميد فارس في الهواء الطلق، حيث كتب حينها: يا روحي أنت يا صغيرنا يا كل دنيتنا، الله يحميك ويحرسك ويكون معك دائما العميد فارس الخولي ضوء عيوننا أنت. وردت عليه آنذاك زوجته قائلة آمين مع إرفاق الكلمة برمز تعبيري على هيئة قلب. تعليق قصي ورد مديحة جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون حول إعادة المياه لمجاريها بين الثنائي، حيث أكد البعض عودة الخولي والحمداني لبعضهما البعض عقب عام كامل من الخلاف الذي اشتعل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي جراء عدم إشهار الفنان السوري زواجه من مديحة الحمداني.